فضيلة الشيخ، أنا امرأة أعاني منذ 5 سنوات من التهاب مزمن في الأمعاء. السؤال: عندما أبدأ في صلاة الفرض في بعض المرات يصيبني وجع شديد في بطني وأريد أن أذهب إلى الحمام، أترك الصلاة وأذهب وأتوضأ من جديد؟ وماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ لا يجوز قطع الصلاة إلا للضرورة. إذا كان في ضرورة ما تستطيعين الاستمرار فلا بأس، أما إن كان تستطيعين الاستمرار وإكمال الصلاة فيجب عليك إكمالها. نعم.